جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: كثرت في الآونة الأخيرة أو كثر في الآونة الأخيرة حمل جهاز النداء الآلي البيجر مع بعض المصلين في المساجد، وقد تسبب هذه إزعاجا للمصلين لما تشغل به المصلين وتذهب الخشوع. نرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة لإخواننا المصلين، جزاكم الله خيرا. إذا كان في هذه الآلات إزعاج للمصلين إنه لا ينبغي حملها، وإذا كانت مع الشخص ينبغي أن يقفلها لئلا تزعج المصلين وتشوش عليهم. إذا كانت معه يقفلها إلى أن تنتهي الصلاة.